إذن بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد. نحاول إن شاء الله أن نقوم بجولة خفيفة نتبين فيها ونفهم، نحاول أن نفهم كيف كان ترتيب المدينة المنورة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، وهذا الأمر غاية في الأهمية لأنه يؤدي في نهاية إلى فهم حقيقة، وهي أن العمارة فقه يتفرد وفن تفرد به المسلمون. فقه العمارة هذه واحدة. ثانيا، المعتمر والحاج لما يأتي المدينة وينزع كل العمارات هذه الحديثة العصرية، هذه البنايات يحذفها وعاود يرجع بالتاريخ إلى بالزمن إلى عهد النبوة، عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، فماذا يفعل؟ فيعيد تموقعه وتموضعه بحيث لما يسير كما كان يسير الإمام مالك إمام دار الهجرة. وأيضا المعتمر يستمتع بأنه يعني يستشعر أنه يمشي أو يصلي في بيوت صحابة. الآن مثلا نحن غالبية بيوت صحابة كلها ضمن المسجد النبوي الآن مثلا. ثالثا، يتأدب مع المدينة، يتأدب مع الأماكن أكثر، هذا هو المغزى. يلا، إذن على بركة الله نقول أننا الآن في هذه المنطقة تقريبا نحن على مشارف يعني نهاية المدينة المنورة. العماير هذه العمارات هي خارج المدينة المنورة في عهد، حتى قبل 100 سنة قبل كذا كانت خارج. اللوحة الحديدية هذه الزرقاء تقريبا خلينا نقول هي صور المدينة، حتى أنه على ما يبدو أنه هذا ما تبقى من الباب الشامي الذي تراه هكذا بالرخام الأصفر. وهذا السوق خطه النبي صلى الله عليه وسلم بيمينه لما هاجر من صلى الله عليه وسلم من مكة، فوجد طبعا معروف أن اليهود كانوا يحتكرون التجارة، فهذا المسلمين يعني فيما معناه أنه هذا هو سوقه. إذن البيوت صحابة هنا تبدأ تقريبا في هذه البناية الحمراء ودخل خلاص يعني الآن المسجد النبوي. هذا الباب الثامن شيخ. أي نعم باب الثمانية. نعم، هنا يظهر لك المسجد النبوي، هذا ساحة المسجد النبوي يعني في العمق هناك يعني المسجد النبوي كله في عهد هو المسجد النبوي الحالي، هي بيوت صحابة وأزقة المدينة. المسجد النبوي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هو الروضة الشريفة حاليا. خلينا نوضع الخريطة عموما هكذا. طيب، الآن حوالي المسجد النبوي في عهده بيوت وأزقة، الآن هي كلها ضمن التوسعات وضمن المسجد النبوي حتى يتضح الحال. إذن لما ندخل المدينة قلت الفنادق هذه تقريبا خلاص بادية المدينة. يلا، يجينا صور فيه باب. قيل أن المدينة كان بعضهم قال 4 أبواب، بعضهم قال 6 أبواب، والعلم عند الله. المهم بعدين يأتي السوق ثم المساكن. طيب، في بعض المعالم خاصة متميزة دعنا نتعرف عليها. عندنا هذه سقيفة بني سائدة، يلا نمشي لها. سقيفة بني سائدة وين الحديقة الآن؟ هي حديقة الآن تحولت إلى حديقة. سقيفة بني سائدة معروفة قصتها، كانت للخزرج قبل لجيء النبي صلى الله عليه وسلم، كانت دار اجتماع لأعيان الخزرج، هي قبيلة كبيرة من قبائل المدينة. طيب، ومنهم الصحابي الجليل سعد بن معاذ. طيب، ولكن الذي اشتهرت به على الإطلاق هي أن المكان الذي بويع فيه سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ما تبقى منه، ما تبقى منها. هذه لوحة تقريبا تعريفية بها. هي نعم كانت سقائف كثيرة في المدينة، لكن المشهورة على الإطلاق هي هذه. الآن تحولت إلى حديقة. طبعا هذا جبل أحد،
الأفق هناك. إيه في الأفق جبل أحمر. طيب إذن أنا بين السوق يقابلنا ياك وهنا سكنك. إذن أنا كأننا سندخل إن شاء الله باتجاه روضة الشريفة أو باتجاه المسجد النبوي مباشرة بعده فيه حجرات النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا لا يخفى عليكم أنها كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم خارج المسجد النبوي، هذا مفروغ منه، لكن الآن هي خلاص ضمن المسجد النبوي ونصلي فيها في الحجرات، لكن سنتعرف إليها عن قرب إن شاء الله فيما بعد. الآن إيه هنا هذه بئر بضاعة، هذه هنا هذا المكان بئر نبوية من آبار النبوية، بئر بضاعة هذا المكان. إذا سقيفة بئر بضاعة السوق. طيب وإن شاء الله في الأفق ماشيين على كل نروح لمنطقة المصلى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تسمى، وإلى عهد قريب هي منطقة المصلى، لكن الآن دأب الناس على تسميتها بمسجد الغمامة. الحقيقة هذه تسمية يعني من عهد العثمان. إذا قلنا إنه منطقة سكنت تبدأ من هنا تقريبا، هذا المكان الذي نحن فيه وين الخزان الماء الأبيض، خزان الماء الذي خلفي على أرجح روايات بحسب كتب عديدة منها بيوت صحابة لإلياس عبد الغاني وفلاتة، هو دار سيدنا العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا عنده دار أخرى في داخل الآن هي داخل باب السلام، لكن هذه من إحدى منازله. قيل إنه في هذا المكان وقعت معجزة بجس الماء من يد النبي صلى الله عليه وسلم، وصار الصحابة يتوضؤون من يده. أي هذا المكان. إذن هذه هي منطقة المصلى، عندنا ما يسمى ما هو شائع بمسجد غمامة. طيب هذا مسجد غمامة، بعده فيه مئذنة من نحاس يسمى الآن رسميا مسجد أبو بكر الصديق، وهذا ينسب لسيدنا علي رضي الله عنه. طيب الناس تسأل لماذا سمي بعلي، لماذا سمي بأبو بكر الصديق، ولماذا سمي الغمامة؟ هذا أين المسجد هذا بالقباب؟ هذا هو مصلى النبي صلى الله عليه وسلم للجنائز والاستسقاء والعيدين، لكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن هكذا، كان عراء على ما وفي السنة، هو السنة، فكان عراء. الذي بنى عليه المصلى هو النبي صلى الله عليه وسلم، هناك صلى أول صلاة غائب على النجاشي، الله على النجاشي ملك الحبشة أسلم. طيب كان يصلي كما قلنا في عام. الذي بناه هكذا مسجد مصلى ومسجد هو سيدنا عمر بن عبد العزيز، ابن على تسمية سيدنا، كأنه بعضهم قال إنه خالد خامس الخلفاء ينعيته هكذا، صح؟ بعضهم يقول إنه من حفدة سيدنا عمر. المهم هذا خليفة أمر، يعني أمير أمر، كان أمير المدينة وليا على المدينة في عهد أمر. المهم هو تتبع أماكن صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم وبنى فوقها مصليات. الآن فيما بعد مئات السنين قرون عديدة بعده جاء العثمانيون ليبنوا البناء الحالي الذي تراه أمامك. الآن لماذا يسمى الغمامة؟ قيل والعلم عند الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستسقي بعد جدة يوم شديد الحرارة، فجاءته غمامة من جبل سلع اللي هو هذا حين حفر قدر الأحداث، فجاءت أظلت النبي صلى الله عليه وسلم وأمطرت، إذا سمي بالغمامة. طيب هذا أبو بكر الصديق وعلي. طيب الناس يسألوا لماذا سمي بالغمامة؟ هذا إفراطيتي من أن سيدنا أبو بكر كان يريد أن يقتفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يصلي في نفس المنطقة، لكن كان يبدو أن عدد المسلمين زاد، فكان مضطر أن يوسع. وكذلك الشأن بالنسبة للمدينة والعلم، نحن يعني علما أنها كانت خارج المدينة.
قبل السور هذا الجدار الذي تراه هو سور المدينة. المصلى كان خارج المدينة. والبناء التي تراها أمامك طيب خلف يعني تحت الفندق الكبير على يمين المسجد غمامة طيب هذا الدار هذه الآن تسمى البريد السوري كانت دار صحيحة بلد مرابح رضي الله عنه مؤدي النبي صلى الله عليه وسلم. انظر المسافة التي كان يمشيها سيدنا بلال هنا كلها أزقة المدينة. شوف باب السلام يظهر من هنا المسجد النبوي ها نعرفه بالباب السابع باب سيه نعم. المهم باب السلام معروف لا يجهله أحد باب السلام. طيب زيد ادخل احنا كنا ندخلوا باب السلام ندخلوا الداخل جينا روضة على اليسار ومن بعد يبان المنبر. طيب اذا عمل حسابك سيدنا بلال كان يعني يمشي طول هذا المسافة يعني كبيرة ليست هينة. الآن رخام ومسطحات تبدو لنا يسيرة لكن في عادي كانت صعبة كانت زقة وعرة. يكفي أن تشاهد البيوت أو الصور أقصد الصور أقدم صور المدينة 1880 مثلا ميرزا أو إبراهيم رفعت هادو موجودة الصور في هنا خلف البناية هذه موجودة. صورها للناس حتى يشاهدوا يعني فيها البيوت القديمة البيوت القديمة وفي الأزقة تقريبا يعني سبحان الله. الآن إذا نتجه ندخل المدينة المنورة من هنا كان يدخل سيدنا بلال هذا الطريق تقريبا مساره هو يعني نأخذ الآن مسار سيدنا بلال إن شاء الله إلى المسجد النبوي. نعم ممتاز. الآن نحن نمشي بأزقة المدينة خلاص هذه أزقة المدينة ولعلنا نمشي فوق بيت من بيوت الصحابة لكن مجهول. صحابة كثير من الصحابة مجهولين لا نعرفهم لكن كبار الصحابة بيوتهم معروفة. يسألوني بعضهم كيف عرف أنها هذه دار عمار بن ياسر أو أبو بكر أو كذا أو عمر إلى آخره. بسيطة المسألة ولم في التواتر نفس يعني لما تذكر أنت دار سيدنا أبو بكر لا يمكن أن تغفله عن أبنائك وأبنائك لا يغفلون عن أحفادك وهكذا. ثانيا فيه مغزى آخر اللي هو تجاري محض يعني أنه أنت لما تريد أن تبيع دارك تقول أنا أبيع دار عثمان علما أن دار سيدنا عثمان آلت إلى الجزائريين لحجاج الجزائريين ما شاء الله. نعم دار عثمان اشتروها الجزائريين. نعم حجاج الجزائريين قبل 200 سنة تقريبا. المهم فوقفوها من حجاج الذين أتون من بلاد المغرب فإيه وبعدين نراها إن شاء الله. إيه المهم ثم بعد مع التوسعة السعودية يعني عوضوا طبعا أخذت منهم وعوضوا يعني نقدا فاشتروا بها أكبر أوقاف في المملكة العربية السعودية الحالية أكبر وقف ووقف المغاربة. وقف المغاربة بعضهم يسميه وقف عثمان نسبة للبيت للدار التي كانت سبب وبعضهم يقول وقف الجزائريين لأنهم هم من اشتروا. لكن الذي يستفيد منه الآن هم كل طلاب العلم الذين يأتون من بلاد مكر عموما هذا وقف لطلبة العلم كل قديما هم يعني على حدود معلومات من وراءها للحجاج الذين يأتون ما كانش فنادق وما كانش الآن آل إلى هذا الناس اللي يعني الذين يعني ما عندهم إمكانيات مادية يعني استئجار بيوت يهاجروا المدينة في بلاد المغرب العربي ويسمى الآن ببلاد المغرب العربي. طيب نقترب شيئا فشيئا من المسجد النبوي القديم يعني كل البناء التي تراها أمامك يعني الآن ملح حميد الله تم تمشوا ملح حتى يتضح الأشياء أفضل. البناية التي أمامك هذه من 1 إلى 3 البناية التي هي المسجد القديم. أما هذه البناية 90s حديثة جدا 90s هذا كل ما ترى الآن في الساحة هذه كلها بعد 90s. أما المسجد القديم هو المبنى الذي ترى مقام يحده باب السلام هذا الذي قمنا سنقتام أفضل باب السلام من جهة وباب الرحمة من جهة أخرى. باب السلام من الجهة الأخرى يقابله باب الباقي وباب الرحمة يقابله باب النساء من الجهة. هذا هو مربع المسجد إن شاء الله.
نحن الآن داخل المدينة. خلاص داخل المدينة. عايشين الجو. أي نعم. نسماته. أتكلم عن المدينة النبوية. إيه. أمامنا القبة الخضراء هناك. إيه بعدين نشوف القبة الخضراء علم آخر. بعدين نشوف. لنا شيئا فشيئا ندخل يعني في المدينة ثم نقترب من المسجد ونفهم تكون فرصة إن شاء الله نفهم يعني ما هي كيف كانت توسيعات المسجد النبوي من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى تاريخ اليوم يومنا هذا. طيب إذن أنا أعتمد كثيراً على كتاب بيوت الصحابة لإلياس عبد الغني الشيخ فلاتة ما شاء الله بحسبه هو ودق رسم يعني حتى وإن كان المسجد خلاص يعني البيوت الصحابة اندثرت لكنه ودق لأماكن تموضعها. طيب مثلا هذه البقعة هي دار معاوية وآل معاوية بن أبي سفيان التي نحن بس المساحة أنا عند باب قباء. كما قلت لك في بعض كبار الصحابة مشهورين فلا تجهلوا بيوتهم لكن غالبيتهم مجهولين. هذا الذي قصدته بالمسجد عندك واحد اثنين ثلاثة يعني هذا هو المسجد القديم أصلي يعني مسجد قديم يقصد به المسجد النبوي من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى سيدنا علي. سيدنا عثمان بن عفان سيدنا علي لم يمس المسجد. طيب لين أنا أتوقف عند هذا الخط هذا الخط عند حد من مكتوب واحد على يمينه حد الباب الشمالي. طيب المسجد النبوي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان روضة حاليا. شفت الروضة حاليا أين وين البساط الأخضر هو المسجد النبوي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى السنة السابعة معروفة بغزوة خيبر. في غزوة خيبر من الله على النبي صلى الله عليه وسلم وأغناه والأنفال سيدي وكذا فما دفع النبي صلى الله عليه وسلم وسع قليلا كان 35 متر مربع بعدين صار 50 متر مربع وسع قليلا كيف جدار القبلة جدار يعني المسجد النبوي كان هذا الخط هذا دهو. احنا الان لو ندخل باب السلام روضه تاتينا على اليمين ولا على اليسار الشمال تاتينا على الشمال ايه. اذا الروضه الشريفه جدارها هذا هذا الخط هذا. طيب فجاب اللهنه يقدم اليها تقريبا هو وين الان موجود محراب سليمان القانوني السليماني لما تعمل سيره باش يعني طابور باش تدخل الروضه تشاهد قبل المنبر الكبير تشاهد من محراب داخل المسجد الناس لا تفهم ما معناه هو محراب بني في العهد العثماني في عهد سليمان القانوني كما تعلم في العهد العثماني كانت تصلى الصلوات على ثلاثة مذاهب الحنفية والشافعية والمالكية حتى التراويح تعاد ثلاث مرات كل حسب مذهبه حتى جاء السعوديين فوحدوا خلف إمام واحد. طيب إذن المحراب بعد العهد 1824 الأخير لكن قبلها في العهد العثماني كانت في ثلاث محارم المحارم الذي المسجد النبوي نعم في مكة في أربعة حوالي الكعبة صليت الأربعة بحسب مذاهب نعم المهم فالنبي صلى الله عليه وسلم جاب تقريبا زحزح المسجد إلى حيث المحراب ذلك المحراب سليماني الآن الذي قد طراه داخل المسجد. طيب هذا معلومة مهمة جدا لماذا؟ لأن إذا سلمت لأن النبي صلى الله عليه وسلم وسع ولو قليلا هي 5 أمتار تقريبا معناه يجوز التوسعة في المساجد وهذا مهم جدا وإلا انظر ماذا يحدث إذا لم يوسع النبي صلى الله عليه وسلم أنت تأتي من بلاد الجزائر وهذا يأتي من بلاد بنغلاديش ومصر وكذا يقول لك أنا لا أعترف بهذا أنا دفعت ثمن غالي وتأشيرة والفندق و أنا أصلي في الروضة هذا هو مسجد نبوي ولا أعترف بغيره لكن رحمة الله بعباده أوحى لنبيه
تقريبا أن يوسع، فوسع النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا شرع لي التوسعة، إذا حتى هذه التوسعة جائزة. إذا نحن في المسجد النبوي، حتى إذا صلى الإنسان هنا أو يصلي في المسجد النبوي، ما تخليش تقول أنت لا تصلي في المسجد النبوي. بعدها يجي أبو بكر الصديق، لا يمس المسجد وإنما يعيد بناء السقف. ثم سيدنا عمر يوسع المسجد من حيث توسع النبي صلى الله عليه وسلم إلى باب سلم، هو الذي يستحدث باب سلم. سيدنا عمر هو الذي أسس باب سلم للسلام على النبي وصاحبه أبو بكر. سيدنا عمر لم يموت بعد، لكن باب السلام في عهد سيدنا عمر ليس هذا، هو الداخل. وين الكاميرا الآن؟ في كاميرا، إذا عندك نظرة طيبة يعني وأنت داخل باب سلم تشوف كاميرا كبيرة. هاي عندك كاميرا؟ إيه عند الكاميرا، هي حد المسجد النبوي في عهد سيدنا عمر ولكن مفتوح باب سلم. وهي دار سيدنا العباس بن عبد المطلب الثاني. قصة رائعة لطيفة صارت حتى صارت أنه سيدنا عمر ضم دار سيدنا العباس دون استشارته، فاشتكاه للقاضي اللي هو سيدنا علي. سيدنا عمر كان خليفة، انتبه. فسيدنا علي أمر الخليفة بأن يرجع لسيدنا العباس ظهره، لما أرجعه يعني رضخ لقول القاضي سيدنا عمر فأرجعه، فقال سيدنا العباس الآن أهل أهل المسجد ثلاثة يلا. المهم سيدنا عثمان ماذا يفعل؟ يحافظ على نفس حدود مسجد النبوي في عهد سيدنا عمر، لكن يوسع هكذا باتجاه القبلة ويستحدث محرابا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وسيدنا أبو سيدنا عمر كانوا يصلوا على حائط. سيدنا عثمان كان هو الذي استحدث المحراب، لأن هي سنة. سيدنا عثمان من الخلفاء الراشدين، سنتي سنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. طيب هذا المحراب اللي هو تحت القبة البيضاء سنراها فيما بعد، محراب سيدنا عثمان يصلى فيه، كان يصلي فيه الإمام إلى 50 يوم من قبل 50 يوم. من 50 يوم احنا وصلنا الآن رجب، جمادة الثانية جمادة الأولى تقريبا، كان الإمام يصلي الأمام يعني حد الإمام هذا الأعمدة. الآن لا، لم تعد هكذا، رجعنا إلى عهد نفسه. الإمام رجع الآن يصلي داخل الأوضة صح؟ حتى طبعا هذا وجدوه كحل طيب لتفادي زحمة واختناق للسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. الآن خلاص صار يسير، صار ممر، أي صار ممر سهل الآن، سهل يعني. طيب إذا رجعنا الآن جدار القبلة هذا، محاذاة القبلة هذه الذي أعلمه العلم عندنا، لست مفتيا ولا فقيها، الذي أعلمه أن عند الحنابلة الصلاة باطلة إذا صلى الإنسان بعد الإمام، غير المالكية والشافعية والرباضية وغيرهم يرون أنها مكروه. والعلم عندنا، لا هذه حكى لي شيخنا يحيى صافي حفظه الله وهو يفتي. يلا هذا إذا المسجد القديم، عندك باب السلام. إيه الآن بعد سيدنا عثمان يجي سيدنا علي، لم يمس المسجد، هو اصلا كان في الكوفة الى اخره. طيب الذين ياتون من بعد الامويين ثم العباسيين ماذا يفعلون؟ توسع من اين؟ من داخل المسجد هذا، نفس الخط هكذا الى الداخل. الان في حصوه صح، في ساحه كانه في ساحه في امية الله داخل المسجد النبوي خلف الروضه، هذيك توسع الامويين. بعدها في حصوه ثانيه تسمى الحصوه، يعني ساحه وفي امية الله داخل المسجد، هذه كانت توسع العباسية، بعدها توسع المجيدية والعثمانية، بعدها توسع الثالثة. طيب إذن حتى نفهم تاريخيا التوسعات كانت هكذا، طيب يعني خلف القبلة. طيب الآن التوسعات التي على اليمين على الأطراف هذه لاحقا، هكذا باش الناس تفهم مليح التوسعات كيف. إذن هذا هو المجيد، باب سلام، باب الصديق، باب رحمة. باب الصديق لأنه كان فيه خوخة سيدنا أبو بكر الصديق، الناس كانوا يصلون، أول الأمر هذه الاتجاه المقدس. ثم يعني طبعا الناس كانوا يدخلون منا من مؤخرة المسجد، فلما تحولت القبلة النبي صلى الله عليه وسلم أمر بسد المنافذ إلا خوخة أبو بكر الصديق تركوها، لأن يعني سيدنا أبو بكر كان هذا الحضور هذه أنه يدخل من بيته يدخل المسجد. طيب الآن دعنا نتعرف على بعض بيوت كبار صحافة المشاهير، وين كان مكتوب رقم واحد؟
بجانبه كان أسطوانة بيضاء صح؟ هذه قدر سيدنا عمار بن ياسر أمه سمية أول شهيدة في الإسلام صح؟ طيب سيدنا أبو بكر الصديق هذه خوخته يمكن سدة وكان الستار الأبيض معروف. طيب هي باب الرحمة، لماذا سمي باب الرحمة؟ قيل إن وهذا حديث صحيح اعتبر أن أعرابي جاء ووقف في ذلك المكان دخل شوية. طيب والنبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب في منبره فاشتكى القحط في بديته، النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه واستسقى الله عز وجل ورجع الأعرابي ووجد الغيت والسماء تمطر ولم تتوقف حتى أوشكت على الغرق، فرجع بعد جمعة يشكو النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم حوالينا ولا علينا، فكأنه رحمة لأن الغيت احنا تعرف المسلم أن الغيت دليل الرحمة، فكأنه رحمة الله تتنزل في ذلك المكان فسمي بباب الرحمة. تفهم الناس ما ادري شنو. طيب من هنا إذا آلة التصوير عندك واضحة من هنا تشاهد المخرج لما الناس تدخل منها تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. ايوه هذا باب السلام صح؟ مهم قد يظهر، مهم الذي يقف هنا يشوف باب البقيع المخرج، يعني لما تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم صاحبيه تشوف باب البقيع يظهر منه. طيب لو ذهبنا الى هناك باب الرحمه مقابله تماما باب النساء، اذا لازم المسلم يحفظ هذا باب المسلم المتقف، باب السلام يقابله باب البقيع، باب الرحمه يقابله باب النساء. علاه؟ لانه الابواب الاربعه هي حدود المسجد في عائله سيدنا عمر الذي استحدث باب الصديق هذا. نعم باب الصديق هذا اللي في الوسط اللي في الوسط. اي نعم يدخلوك بعد صلاه يفتحه مغلوق الحاج صراح معليش توكل على الله حمد الله يفتح عليك. اذا حدود المسجد في عهد النبي الى سيدنا عمر هذا. اي نعم أربعة أبواب. طيب الذي استحدث كنت أريد أن أقول الذي استحدث باب السلام هو سيدنا عمر، والذي استحدث باب النساء هو سيدنا عمر.